الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو، ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. ما عندكش لغة ما تخافش، هخليك تحل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. مع بعض ندخل ونشوف إشارتنا النهاردة وإزاي أقدر أخليك تحل الأسئلة اللي ممكن تجيلك عليها بكلمة أو بكلمتين. نشوف مع بعضنا كده إشارتنا النهاردة. معانا إشارة من الباب الثاني، كونيتا منحدر. ده إشارتنا النهاردة، منحدر كونيتا. طيب الإشارة من الباب الثاني قلنا كونيتا منحدر. إزاي تقدر تحل الأسئلة اللي تجيلك على هذه الإشارة؟ أنا هخليك النهاردة تحل الأسئلة بكلمات سهلة بسيطة تقدر تحفظها. كونيتا منحدر، هنحلها بالكلمات الآتية. الإشارة دي اسمها إيه؟ كونيتا، يبقى أول كلمة كونيتا. طيب الإشارة ديت تبع أي سينيالي؟ تبع سينيالي دي بريكولو، يبقى الكلمة التانية بريكولو. طيب الإشارة ديت لما يكون فيه بيوجة مية أو أمطار يبقى محتاج كلمة بيوجة. لما يكون في مطر الحتة الواطية دي بتتعبى مية، يبقى كلمة بيوجة. طيب الإشارة ديت هنشوفها فين؟ سوتروفا، يبقى كلمة سوتروفا. الإشارة ديت لما بنشوفها من الضروري نش ساريو، خفف بسرعة يعني نش ساريو، بس طبعا كلمة نش ساريو من غير لما يجي معاها نون أو صولو. نش ساريو لوحدها فيرو، معاها نون تبقى فالسو، معاها صولو تبقى فالسو. يبقى كده عند الكلمات كونيتا، بريكولو، بيوجا، سوتروفا، نش ساريو من غير نون أو صولو. طيب إيه رأيكم بقى ندخل أحسن على الأسئلة ونطبق الكلام ده عملي في حل الأسئلة. نشوف مع بعضنا كده الأسئلة بتيجي إزاي وإزاي تقدر تطبق الكلام ده كله. أدي الإشارة بتاعتي كونيتا، أو اللي بتشوفها على طول كونيتا. يبقى أنت تاخد في ذهنك كده هوت أول كلمة كونيتا، هي اسمها كونيتا يبقى أول كلمة كونيتا فيرو. السؤال الثاني الإشارة بتاعتي هي كونيتا، محتاج كلمة كونيتا أهي، أقول له فيرو. طيب السؤال رقم ثلاثة عند الإشارة بتاعتي هي محتاج كلمة إيه؟ محتاج كلمة كونيتا أو كلمة بريكولو. أنا عندي كلمة بريكولو هو خطر، هقول له فيرو. طيب رقم أربعة الإشارة بتاعتي موجودة كونيتا، محتاج كلمة كونيتا ومحتاج كلمة بريكولو ومحتاج كلمة سيتروفا. أهي كلمة سيتروفا أهي تتواجد، أهي سيتروفا، أقول له فيرو. خمسة أدي الإشارة بتاعتي، محتاج كلمة كونيتا، محتاج كلمة بريكولو، بيوجا، سوتروفا. أنا عندي كلمة بيوجا هي، تقول له فيرو. ستة أدي الإشارة بتاعتي هي المنحدر، محتاج كلمة كونيتا، بريكولو، بيوجا، سوتروفا، نش ساريو. أدي كلمة نش ساريو من الضروري أقول له فيرو. طب رقم سبعة أدي الإشارة وأدي كلمة نش ساريو هي من الضروري أقول له فيرو. طيب تمانية الإشارة بتاعت المنحدر وأدي كلمة نش ساريو من الضروري أقول له فيرو. تسعة أدي المنحدر اهوت وعندي كلمة نش ساريو، بس احنا قلنا ايه؟ قلنا كلمة نش ساريو موجودة وكلمة كمان كونيتا موجودة، يعني جاية كمان كلمتين اتنين مع بعض خير وبركة. أنا عايز بس كفاية واحدة عليا، كونيتا نش ساريو موجودين مع بعضهم برضو، نقول له فيرو مفيش مشكلة، لو جم كلهم حتى مفيش مشكلة. عشرة نش ساريو وكمان جايب لي كلمة كونيتا، يعني جايب لي كلمتين اتنين بيخدمني، أقول له شكرا فيرو. 11 ادور بقى على كلمه من الكلمات بتاعتنا، كونيتا مش موجوده، بريكولو مش موجود، بيوجيا مش موجوده، سوتروفا، نش ساريو مش موجود، يبقى فالسو.
12 نفس الحكاية برضو، أكنتر وأشوف الكلمات ديت موجودة مش موجودة أقول له فالسو. 13 نحاول ندور على كلمة من الكلمات، كوريتا، بريكولو، بيوجا، ستروفا، نيشيساريو، مفيش حاجة أقول له فالسو. طب 14 أهيت أدور برضو على الإشارة على كلمة كونيتا أو بريكولو بيوجا ستروفا نيشيساريو مش موجودين أقول له فالسو. 15 أدور برضو على كلمة من الكلمات مفيش حاجة هنا موجودة أقول له فالسو. طيب 16 نفس الكلام أدور وأعمل كنترول تاني مش موجودة فالسو. طب رقم 17 أدي الإشارة الكونيتا، دور كده على كونيتا، دور على بريكولو بيوجا ستروفا نيشيساريو مش موجودين قول له فالسو. 18 الإشارة بتاعت هي المنحدر، عندي كلمة إيه؟ كلمة نيشيساريو هي بس جاية معاها كلمة نون، نون نيشيساريو، يبقى نيشيساريو مع نون تبقى فالسو، نيشيساريو مع صولو تبقى فالسو، يبقى أقول له فالسو. 19 أدي الإشارة وكلمة نيشيساريو موجودة ومعاها صولو، طالما معاها صولو، صولو ديت كلمة كبيرة جدا جدا ومفعولها كبير قوي في الفالسو، فأنا هقول له فالسو. 20 أدور على كلمة من الكلمات مش موجودين أقول له فالسو. طيب دور على 21 كده على كلمة كونيتا مش موجودة، بيوجا مش موجود، بريكولو، ستروفا، نيشيساريو مش موجودين، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أقول له فالسو. أنت سعادتك النهاردة حليت كام سؤال؟ حضرتك حليت 21 سؤال اللي هم كل الأسئلة اللي ممكن يجولك على سينيالي كونيتا منحدر، حلناهم بكم كلمة؟ حلناهم بكونيتا، بريكولو، بيوجا، ستروفا، نيشيساريو من غير نون ولا صولو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.